أولا في البداية راح نبدأ برسم الخلفية واللي هي عبارة عن أشجار. أغصان الأشجار راح أستخدم فيها تقنية الرسم بسكين الدمج. رسم سكين الدمج سهل، صحيح إن كثيرين ما جربوه، لكن إن شاء الله اليوم راح يكون سهل. في البداية نأخذ مقدار قليل من اللون المذاب بالماء، ننتقل للمنطقة اللي راح نرسم فيها، وبحركة سريعة نمرر السكين على الورقة. مو مشكلة إذا طلعت لنا أخطاء، لأنه يمكن ممكن نصلحها عن طريق الرسم. بعد ما يجي في اللون، بعد ما نرسم كل الأشجار ويجي في اللون البني، نبدأ نحط أول طبقة من تلوين في الشجار تكون لونها أصفر. والتقنية المستخدمة هنا خطوط عشوائية، لأن الشجر ما لها شكل ثابت. ليش أصفر؟ طبعا هنا ما راح يكون شكل الشجر أصفر، أقصد لونها، لكن عشان يعطي تأثير على الأخضر لما نحطه بعد شوي. بعد ما ننتهي من تلوين باللون الأصفر، نجيب اللون الأخضر. طبعا قبل نستخدم اللون الأخضر قبل ما يجي في اللون الأصفر. في بعض المناطق اللي راح تكون جافة راح نضطر ان نمزج احنا اللون، لكن المناطق اللي فيها الاصفر تو ما بعد جف يعني مرة، نترك اللون هو يمتزج بنفسه. ويفضل ان يكون المناطق اللي فوق تكون اكثر، تميل اكثر للصفرة، والمناطق اللي تحت تميل اكثر للون الاخضر، لأن المناطق اللي فوق هي اللي يتعرض لها الضوء، فهي راح تكون أفتح مائلة للصفرة. بعد هذا نضيف درجة أغمق من اللون الأخضر المناطق اللي تحت،
قبل يجفلون باعتبار انها المناطق اللي فيها ظلال. مع وضع بعض المناطق يعني بطريقة عشوائية. بعدها نتركها لنتجف. بعد ما تجف الغيوم نبدأ بتلوين الجسر. الجسر راح يكون لونه عبارة عن مزيج بين اللون الأحمر والأبيض والبني وقليل من الأصفر، ينتج لنا هذا اللون. نبدأ نلون. بعد ما ننتهي من تلوين الجسر ننتقل إلى تلوين الأجزاء الحديدية منه، وهي بإضافة قليل من اللون الأسود للون البني. يفضل أن نضيف حدود للخشب الموجود في الجسر عشان يكون أكثر واقعية. ممكن أن نضيفه في الجزئية الأمامية بشكل خفيف كثير، يعني كإضافة ظلال، والتقنية تكون التلوين وبعدها المسح بالمنديل. بعد هذه الخطوة ننتقل إلى تلوين التراب، هو عبارة عن درجة مخففة من لون الجسر مع إضافة كثير من اللون الأصفر له. بالنسبة لتلوين التراب يفضل أنه يكون منطقة غامقة ومنطقة فاتحة، بحيث أن التراب يعني مو مثل الخشب مثلا، فهو يوجد فيه انخفاضات وارتفاعات، والمناطق الفاتحة والغامقة منه هي اللي راح تبين هالشيء فيه.
ممكن في يعني فيما بعد إننا نغطي المناطق الفاضية هنا وهنا بنفس اللون كامل إفراغ يعني. مع مسح بالمنديل يعني مجرد إعطاء تأثير.